السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج خفيف جدا اسمه دريم بلان، هو بيشتغل شغل كويس بيم ومساحة تقريبا 8 ميجا، وفي شوية حاجات لذيذة وظريفة يعني، هو سهل جدا في التعلم. طيب دلوقتي مثلا ممكن تقول لي انا عايز ارسم مول، فتبدأ ترسم بالشكل دوت، ولو انت عايز تحرك اللوحة فممكن تسرق كليك وتبدأ تحرك بالشكل دوت. تمام، ممكن تيجي مثلا كده وتقول له مثلا عايز اقفل الشكل دوت اهوت، فيقفله لك كده اهوت. ممكن بقى تقول له مثلا عايز احط ويندوز، تبدأ تختار الويندوز اللي انت عايزها بالشكل دوت اهو. ممكن تقول له انا عايز مثلا احط باب، تبدأ تختار الباب وتحط الباب مطرح ما انت عايز اهوت. ممكن تيجي هنا بقى تقول له احنا عايزين بقى نشوف حاجة لذيذة، بس تقول له انا عايز اشوف جريد او اخفيها. طب لو انا عايز ارسم مثلا في ال2D يعني، فبتيجي هنا وتقول له انا عايز ابدا اشوف. فانا بيقول لك بقى انت عايز ترسم في 3D فيو ولا في ال2D بلو برنت صفحة فاضية بتبدأ تشوف الشغل بتاعك، او في ال2D ريندر فيو. تمام، ف2D بيبقى بيجيب لك الحاجة بالشكل دوت اهو، ده الباب، ده الحيطة، ده الأرضية وهكذا. ممكن تيجي هنا مثلا تقول له في الاكستيريور انا عايز اشوف مثلا بلانت مثلا معين اهوت، وتبدأ تسحب البلانت وتبدأ تحطها في كذا شجرة، كل شجرة فيهم ليها شكل معين اهو. طيب الشجرة اللي انت حطيتها دي عايز اشوفها في 3D، خلاص بتيجي هنا وتقول له انا عايز اشوفها في 3D، فيبدأ يوريك الشجرة اهوت. ممكن تقول له مثلا عايز شجرة مثلا من النوع دوت، تبدأ تحطها. ممكن تقول له انا عايز نختار بقى شجر حقيقي. طبعا كل واحد فيهم تقدر تلفها، تقدر تكبرها تصغرها زي ما انت عايز. تقدر ترجع بقى تقول له طب انا عايز اشوفها في ال2D هيت. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز اشوفها بقى في ال2D اللي هو الريندر، فيبدأ يوريها لك بالشكل دوت. وعندك طبعا حاجات خاصة بالانتريور، ممكن تقول له انا عايز احط فرنتشر، فيبدأ يختار الفرنتشر اللي انت عايزها وتسحب وتحط بالشكل دوت وتشوفها في ال3D مثلا بالشكل دوت.